السلام عليكم. هابينيز هوش جالدينيز أركادشلار. درس اليوم هو عن حروف الجر في اللغة التركية. سوف نتعلم في هذا الفيديو لواحق حروف الجر. في، إلى، من، بي، وفي النهاية سوف نعطي أمثلة عليها. لاحقة حرف الجر في اللغة التركية هي ضاء أو د، تطبق لاختيار أحدها قاعدة التوافق الصوتي الثنائي التي سبق لنا أن شرحناها في فيديو سابق. يمر أمامكم الآن على الشاشة مثال على هذه اللاحقة: افد يعني في المنزل، ودد يعني في الغرفة، وكول ده يعني في المدرسة، أربا ده يعني في السيارة. لاحقة حرف الجر من في اللغة التركية هي دان أو دن، وأيضا تطبق لاختيار واحدة منها قاعدة التوافق الصوت الثنائي التي شرحت سابقا. ومثال على هذه اللاحقة: أفدن يعني من المنزل، وددن يعني من الغرفة، وكلدن يعني من المدرسة، أربدن يعني من السيارة. لاحقة حرف الجر إلى في اللغة التركية هي أ أو إي، تطبق عليها قاعدة التوافق الصوتي الثنائي. ومثال على هذه اللاحقة: إذا يعني إلى المنزل، أكلا يعني إلى المدرسة، أضايا يعني إلى الغرفة، أربايا يعني إلى السيارة. ملاحظة: عندما تنتهي الكلمة بحرف صوتي نضع حرف ي قبل اللاحقة، وهي حرف حماية لتسهيل اللفظ. لاحقة حرف الجر ب في اللغة التركية هي لا أو لا أو إلى. بالنسبة إلى لا أو لا، تطبق لاختيارها قاعدة التوافق الصوتي الثنائي. أما بالنسبة لإلى فهي تأتي عندما يكون آخر الكلمة حرف صوتي، وهذه اللاحقة تصلح لأن تكون بمعنى مع أيضا، وتتحدد حسب ورودها ومعناها في الجملة. ومثال على هذه اللاحقة: أركض شملة يعني مع صديقي، بنملة يعني معي، سسلة يعني بصوت، قمشو إلى يعني مع الجار. وفي هذه الحالة غالبا ما تقلب إي إلى ي لتسهيل اللفظ، فتصبحوا قمشويلة. والآن سنعطي أمثلة بجمل مفيدة. أوددا أو تريورم يعني أنا أجلس في الغرفة. أفدان جاليورم يعني أنا قادم من المنزل. أكلا جديورم
يعني أنا ذاهب إلى المدرسة. يكسك سسلة كنوش مايون، يعني لا تتحدثوا بصوت مرتفع. كاردشيم لي جامعية جديورم، يعني أنا ذاهب إلى الجامعة مع أخي. هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو. لا تنسوا أن تضغطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الإشعارات وترسلوا هذا الفيديو إلى أصدقائكم، وتابعونا على إنستغرام وتيك توك. اسم حسابنا موجود في صندوق الوصف. وإلى اللقاء.